لألعاب نينجا زاد. نينجا ايوه يا زياد، العاب نينجا خطره كده بتموت. بتموت الابره دي؟ بتموت؟ ايوه يا زياد بتموت. زياد مش هنتعلم عليها عشان ديت قاتله، دي في خلال 5 ثواني بالظبط لو شكتك تموت. أنا سوري بس وأموت. ابعد عني. فين؟ ضهرك يا زياد، ضهرك. يا زياد لو حد لمسها هيموت. يا زياد الدرجة دي؟ افكرتك بتهزر بجد، لو حد لمسها هيموت. ايوه انت فكرني بهزر ولا ايه؟ غريب، حابة عمرها ما سمعت كلام. مش كده من الإبرة كل حاجة بقولها تعملها. حبيبان ما تقدرش. يا للهول هذا رائع. ده ده نور. اه انت رفعت ده تشوف وانا نور اللي رفعت. انا عملته ازاي ده؟
بتعمل ايه يا راجل؟ بتعمل ايه؟ بتابع اخبار الامتحانات توليه ونشوف الفلاح ابنك هيعمل ايه في الامتحان. الفلاح ابنك اتاخر ليه؟ يا رب يستر يا رب يستر. الفلاح ابنك اتاخر ليه؟ بقلقان عليه قوي. خلصت الطبيخ عشان انا جعان. ريحة الأكل الجميلة دي ده ماما بتطبخ. المحروس ابنك شرف اهو. تقعد يا قولي بقى عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله مسبتش ولا سؤال ولا سؤال، حليت كله صح. يعني بس في حاجة كده سبتها. يعني ايه الحاجة اللي انت سبتها دي؟ يعني سبت الباراجراف والسؤال الأول والسؤال الأخير والسؤال الرابع والسؤال الخامس. أمال حليت ايه يا ابن الكلب؟ يعني كتبت رقم الجلوس 703. رقم الجلوس؟ رقم الجلوس 730 مش 703. صح، 30. طب والمدرسة؟ عاطف الشرقاوي. عاطف الشرقاوي؟ عاطف الشرقاوي دي كانت بداية الابتدائي يا حبيبي، انت في اعدادي دلوقتي. طب كتبت اسمك ايه يا فالح؟ كتبت اسمك؟ نور طلبة. هيكون ايه يعني؟ انت اسمك نور الدين محمد طلبة مش جميلة على عيلة خلف. رقم الجلوس اسمك مدرسة. حط رقم الجلوس واسمك يا ابن الكلب. قوم يا ابني شيبسي من هنا. ده نور. عملت الفكره دي ازاي؟ عامل برنامج مونتاج عملتها عليك. صورت نور بايه؟ جبت حاجه من الموبايل. بالموبايل ده؟ وعملت المونتاج على الكمبيوتر؟ انت بتفهم في المونتاج؟ ما شاء الله عليك. احكي لي بقى عملت ازاي؟ من فوق الموبايل ماشي؟ بس نور تعبني قوي في التصوير عشان انا لسه مخرج صغير. يا عم اللي فوقي ترمي في وشي. ده حاجه سهله خالص، اخش على البرنامج واقطع واحط مؤثرات واجهز الفيديو وبعد كده اسيفه واغير امتداد واضغطه بعد كده ارفعه على اليوتيوب بعد كده اشوف عجب الناس ولا لا. والله بابا بص ده شويه تعب بس بعد كده بفرق. ورفعت على اليوتيوب؟ ما شاء الله ما شاء الله. عامل 38 مشاهدة. الموضوع ده مش هيبقى سهل، هيبقى موضوع تشتيت. هيبقى فيه أوزان مختلفة، أعمار مختلفة. فهتمشي إزاي؟ أنا عن نفسي هعمل اللي عليا. حد الأولاد كان مكثف من شهرين لثلاث شهور، وبعدين هم كلهم يعني كويسين. مش مكملين.
عشان كده انا اخترتك المهمة دي. قلت ان انا بس دي مسؤولية. انت انت انا اسف. قول لي بقى، انا عارف ان نور عنده مشكلة عويصة جدا، عايز اعرف ممكن تحكيها لي؟ دي مشكلة قديمة قوي. ماشي، انا عايز اعرف المشكلة دي اثرت على نفسيته، وبعدين عنده حالة نفسية، بالرغم من مهارة اللعب وانه يقدر يخترق اي واحد في خلال ثواني، هو صغير كان ماشي مع ناس، تخيلوا كان بينه وبين الناس لقاء، طلع عليه مجموعة من البلطجية بشهم مسكفين ضربوه بهدلوه ومنهم الواد ده بيخاف من اي سلاح حتى لو قصفه. لا بس لازم انت تتعاون معاه، لازم يكون بيتشل منه. لفيت بيه دكاترة كتير قالوا لي ده حالة نفسية ولازم صدمة مماثلة علشان يقدر يروح. يعني تعمل له صدمة في حياته مثلا؟ اعملها له ازاي؟ كده ترتيباتك كلها غلط، كده مفيش ولا واحد من ولاد الكابتن هيفوز، بس انا كنت معتمد على نور جامد.
صاحيين ولا نايمين؟ نايمين. تعال. ايه ده بابا جايب لي حاجات؟ بص ناكل هم الاول صحيهم ها؟ وبعد كده بقول لكم شوفوا اللعب اللي هنا جايب لكم. انا هصحيهم؟ اه مصحيهم يلا. يلا هات لي بقى تطبع عشان ناكل فراخ دي. الحاجات اهي. هي دي؟ اه. المسدس. اه دي بتاعت ادم. هو بابا جاب لنا العربية زياد؟ لا. دي خمس قطع. حلوة يا ادم. اه. اه. ايه يا حلوة يا زياد. جميلة قوي. ده انا كنت بحبها دي. واو. دي بتاعت ادم. اتفضل يا ادم لعبة جميلة قوي. ايه ده بابا ما جابلناش حاجة؟ كمان خلاص لف. كفايه زياد ولا عايز كمان؟ دي صيبه. هنقول ايه لبابا؟ هقوله اللي انا لبست فاطر ولا يهمك. اعمل لك ايه تاني؟ ماشي كويس. اي حاجة تانية يا زياد؟ اسمع كلامي بعد كده ولا لا؟ طبعا لازم اسمع كلامك. لازم. واد نور كمان بيسمع كلام. الابره دي عجيبه قوي. انا ممكن اعمل بقى حاجات كتير. انا هسيطر على البيت كله. طبعا النهارده انا هلعب بطريقه جديده. مفيش توضاع. اول مره انا هلعب بالطريقه دي. وخلي بالكم عشان هتبقى صعبه. يعني كل واحد خلي بالك. نجرب النهارده نلعب مع بعضها وهتلعب من غير جوانتي. يا حبيبي جوانتي والكلابس. والكلابس والجوانتي. والاثنين زي بعض. ان شاء الله هتكون. قوم يا زياد. مين يحب يلعب زياد يا ولاد؟ مين يلعب زياد؟ مين اللي يحب يلعب زياد ولا ايه؟ قوم يا اسم. حاضر فرق يا اسم. يا رب.
سلموا على بعض. عايز اقول لك اني خطير، عايز اقول لك اني خطير، عايز تقول لي انك خطير، عايز